مالها الطريقة دي في المواجهة؟ الطريقة في التصدي اللي أنا بتصديه إن أنا بقول هاخد حقي، هاخد حقي. إذا كانت حملتي كان عنوانها كده هناخد حقنا، مش هعرف أخد حق أنا شخصي، لا أنا هعرف أخد حقي ونص في البلد ديت، وهعرف بالقانون يعاقب هؤلاء المجرمين اللي لوثوا سمعتي وادعوا زورا عليا، سواء التهمة الأولى أو الثانية. ده قولا واحدا كده أنا متأكد إن أنا هاخد حقي، ومتأكد إن مكانهم بإذن الله بالقانون السجون. ده يعني حاجة أنا عندي يقين منها، لأن لدي كل المستندات اللي تؤكد براءة ساحتي سواء هنا أو هنا. فعشان كده أنا مفيش حد عاقل يطلع يقول أنا والله آدي دفوع هيت، وآدي قرائنا هيت، وآدي دلائل هيت، وآدي معرفش إيه في الإعلام قبل ما يروح يقول كلامه في النيابة. فأنت تريد أن توفر ذلك إلى ساحات طبعًا القضاء وإلى دوائر النيابة. وهو ده ليه بقى كمان؟ ليه؟ لسبب كمان أهم، مش سبب حتى خاص بالتحقيقات نفسها، سبب إن أنا حتى لا أنجر في هذه التفاصيل، ده اسمه مستنقع يريد أن يجروني فيه، فأنا أقول ده حصل كذا وحصل كذا، وهم يطلعوا يقول لا ما حصلش كذا وحصل كذا، ونقعد بقى نتكلم تسد الحاجات دي، واخد بال حضرتك، وأنا أضيع وقتي في هذه المضيعة. لا، العدالة الاجتماعية أتكلم عليها، إعادة إنتاج النظام السابق هقعد على جثتي مش هيرجع، سياساته مش هترجع، العدالة الاجتماعية لازم تتحقق. أنا واحد من الناس اللي الناس انتخبتني عشان أجيب حقها، أجيب حق الغلابة، مش هتنازل عن هذا التكليف أبدا وانشغل بهذا المستنقع، فهحط له إطاره. أنت مؤمن إنك بتتضرب عشان ده؟ طبعا بلا أدنى شك يا خالد. أنا بقالي 25 سنة في الوسط الفني، وحواليا نجمات مصر والعالم العربي، مفيش حد قال لي تحرش، اشمعنى دلوقتي؟ اشمعنى دلوقتي؟ وبعدين فين النجم اللي في العالم اللي عنده شهرتي اللي اتهم التهمة دي في التاريخ؟ هل تصدق ان مفيش؟ مفيش بجد. ليه؟ لان حتى لو المشهور ده مريض، مريض نفسي، حتى الفانز او المعجبات بيغذوله هذا المرض، وبالتالي ما بيبقاش مقبل على فكره التحرش او المعاكسه، لانه بيتعاكس طول الوقت. واخد بال حضرتك؟ فدي تهمه ابعد ما تكون عني، يعني لو حاولوا يلصقوا بيها تهم اخرى ممكن نتكلم فيها، ان انا مانيش الانسان الكامل الشامل اللي عمري ما اخطات في حياتي، لا، لكن دي تهمة بعيدة جدا عني. فعشان كده انا بقول لك انا عايز احصر الموضوع في الحتة بتاعته. الحتة بتاعته دي هي القضاء، ده مش مستنقع، لا، ده مكان يتجاب فيه الحقوق، فهروح اجيب حقي فيه في وقته، اخصص له الوقت اللي هو قد كده. لكن الوقت اللي قد كده عندي هموم الناس في البلد، عندي طلبات قد كده، مئات الطلبات، ده الالاف، لهم مشاكل ولهم ازمات لازم اسهر على حلها، في اجنده تشريعيه لازم نبقى جاهزين ليها، موازين القوى اللي في البرلمان، يعني حاجات كتير ممكن نتكلم عليها. بس بقول لك ان الوطن محتاج كل جهد اي حد امين على هذا الوطن. والحمد لله انا تاريخي كله عبرت فيه بجلاء عن ان انا راجل منتمي لهذا الوطن، وباخر مصلحتي الشخصيه على مصلحه الوطن ده. كانش ليا اي مصلحه شخصيه. طب لو احنا تصورنا انه في جهات دلوقتي، وانا اعلم انه في جهات ومؤسسات وشخصيات عامه واعلاميين وقيادات محطات فضائيه وغرفه صناعه اعلام، وكل الناس عايزه تصالح ما بينك وبين الناس اللي طلعوا عليك حاجات زي دي في الاعلام. يعني مثلا لو تصورنا ان الناس اللي عملوا البلاغ دول تراجعوا، واحمد موسى اعتذر لك، انت وضعك تطوي صفحه؟ انا لا املك ده، تطوي صفحه؟ انا ما اقدرش، انا لا املكه. انا لا املكه، لان ده ملك مراتي وملك اخواتي وملك ولادي وملك الجماهير اللي انتخبتني، هم دول اللي يقولوا. انا ما بقتش ملك نفسي، انا قبل ما ابقى نائب انا كنت ملك اسرتي، فهم اصحاب القرار في المساله ديت، لو هم عايزين يتنازلوا ولا ما يتنازلوش. ده جزء. الجزء الثاني ان دلوقتي اصبحت نائبا عن قطاع من البشر، هم لو عايزين يتنازلوا عن ده لازم يقولوا لي اتنازل، لازم هم اللي يامروني بده، مش انا. يعني الموضوع لا يتعلق، ما بقاش في ايديك لوحدك، ما بقاش في ايديا لوحدي. فحتى لو يعني لو بفرض ان الناس كلها، يعني انا هقول لهم ببساطه، هو بقولها من دلوقتي، هذا الامر لا املكه، لا املكه، لان انا مصمم وورايا كل الناس اللي بكلمك عليها، من اول مراتي واولادي واخواتي لجماهيرنا اللي في الدائره اللي انتخبتني، مصممين على اخذ حقي بالقانون، فلا استطيع ان اتراجع. وانا ما عنديش حتى مزاج شخصي
المزاج النفسي بتاعي مش مديني فرصة للتراجع، لأن ما يحدث اغتيال بأبشع أدوات وأحط الوسائل الممكنة والغير ممكنة بتتعمل. يعني أنت مختلف مع حد، متضايق من حد، مش إلى هذا الحد الخصومة اللدد في الخصومة أنت عارفه حتى في الدين عامل إزاي. في إحساس وحش قوي عندي، بتعملوا كده ليه؟ يعني أنا قد كده بهدد مصالحكم قد كده؟ ده أنا نفر، يعني أنا نفر على فكرة. الناس كتير قوي هيدافعوا، مش أنا الوحيد اللي هدافع عن العدالة الاجتماعية ولا عن غلابة الوطن ده. وأوعى تفتكروا إن ممكن العشرة ولا العشرين واحد اللي أنتوا واثقين إن هم في البرلمان هيدافعوا عن العدالة الاجتماعية هم دول القضية. القضية قضية إن الشعب ده صاحي، ومحدش هيقدر يهزم الشعب ده تاني ولا ما يديلوش حقوق، نوابه يتقطعوا في دوائره. فيعني انا بطمنهم قوي ان القضيه مش ازاحه خالد يوسف ولا ازاحه مجموعه العداله الاجتماعيه اللي في البرلمان ولا ازاحه الناس ديت، لان في جماهير هتقطعكم. انتوا مش واخدين بالكم، انتوا فاهمين ان في جماهير هتقطعكم؟ طبعا في جماهير هتقطع النواب دول لو ما وقفوش في خندق الحق وجابوا حق الغلابه. جابوا حق الغلابه يعني في 50 مليون فقير عندنا في مصر، ان ما جاش حقهم في غضون سنوات قليله مش هتبقى في طوبه على طوبه في مصر. والبرلمان ده هو المعول عليه انه يجيب الحقوق دي من خلال ايه؟ من خلال تشريعات. التشريعات ديت هترسي دولة العدالة. انت كنت بتعمل تشريعات مخصوص كده، بتعمل تشريع مخصوص عشان خالد صلاح يستفيد بحتة الارض الفلانية ولا بالامتياز الفلاني، كنت بتعمل تشريع اخر عشان معرفش ايه تعمل امتياز لفلان الفلاني. دي كانت التشريعات اللي كانت موجودة. فالتشريعات الكونسبت بتاعها اللي كان حاكمها او الفلسفة اللي كانت حاكمها كانت كلها من اجل فئه ضئيله في المجتمع قد كده، وسايبين الشعب كله يزداد فقر. ده مش هيستمر، ده مش هيستمر. فلو هم فاكرين ان ازاحه خالد يوسف او المجموعه اللي موجوده، القله اللي موجوده في البرلمان اللي هدفها العداله الاجتماعيه هي القضيه، لا، الشعب هو القضيه، والشعب صاحي، والشعب ما عادش بيصبر على حد تاني. قبل ما اطلع الفاصل هسالك سؤال، هل انت ما عندكش اي احساس بالتوتر انه ممكن يكون، انا هسالك سؤال بصراحه اللي عارف ممكن يكون بيدور في عقول كتير، انه ممكن تكون في حاجه ندمان عليها في الماضي، سبت نفسك لحاجه او لموقف او لقعده، وخايف انه دي تكون وثيقه ممكن تدينك؟ خالد مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده خالص. يعني ما لا تحاول ان حتى تلف حوالين الموضوع. انا بقول لك دي في فيديوهات من موفا بركه 100%، مش 99.9%. وانا هعمل لهم فيديوهات زيها بالظبط، بس يديها لي انها مش في ايدي، يدوها لي وانا اعمل لهم زيها بالظبط بخالد صلاح مثلا، بشخصيه عامه ثانيه، بشخص معروف وشخص او غير معروف، شخص مات. يعني احنا بنطلع نجيب الريحاني ونجيب الريحاني قدام بعض في السينما المصريه من الاربعينات. فالشغل ده احنا اللي بنعمله. هيجي يتعمل علينا احنا ونلبسه؟ إذن خالد يوسف في الجزء الأولاني بيقول إنه القوة التي تريد أن تسكت أصوات العدالة الاجتماعية داخل البرلمان هي التي تحاربه الآن، وأن الفيديوهات 100% مفبركة، وأنه سيثبت حقه أمام القضاء، وأن فكرة الاعتذار أو عدم الاعتذار، السماح أو عدم السماح، لم يعد بين يديه، بين يدي زوجته وابنته وأولاده وأبناء دائرته. بعد الفاصل هنكمل مع خالد يوسف.